اللي في الصورة قدامكم ده يبقى حمام اسمه حمام المسخوطين، واسمه الغريب ده هو اللغز المحير لطبيعة هذا المكان. القصة من أولها بدأت في الجزائر في ولاية اسمها قلمة، والحكاية بترجع لأسطورة قديمة بتقول إن الصخور اللي موجودة في الحمام ده بجانب الشلالات عبارة عن أشخاص اتمسخوا لحجارة بسبب كفرهم وتعديهم على حدود الله. طب إيه المعصية والذنب الكبير اللي ارتكبوه هؤلاء الأشخاص؟ كان في أمير زمان اسمه سيدي أرزاق. الأمير ده اتجنن في مخه وقرر إنه يتجوز أخته، وربنا غضب عليهم وتم تحويل العروسين والمعازيم لحجارة بتنزل منها المية المعدنية. علماء الآثار احتاروا في اسم الحمام ده ورجحوا إنه بيرجع للعهد العثماني، واستغل الناس المية اللي بتنزل منه لعلاج الأمراض، وحاولت السلطات تغيير اسم الحمام لحمام دباغ، لكن فضلت الناس اللي بتزوره مصممين إنه حمام المسخوطين. ومن أغرب الحاجات اللي ممكن تسمعها عن الحمام ده إن المية اللي بتنزل منه بتطلع من بطن الأرض بدرجة حرارة بتبلغ 96 درجة مئوية و6500 لتر في الدقيقة. درجة الحرارة دي سجلت المرتبة الثانية في ارتفاع درجات الحرارة عالمية بعد درجة حرارة براكين أيسلندا